السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في قناة هوات أم إيناس. حلقة اليوم عبارة عن مملحات بريستيج. بالنسبة للمقادير، المملحة الأولى عندنا علبة ديال الطون، بصلة صغيرة مشلضة، شوية ديال الفلفلة خضراء تاهي مقطعة طريفات صغار، علبة ديال الجبلي، وعندنا المايونيز وخبز التوست. للتزيين عندنا حبوب البافو او الزنجلان. بسم الله، نبداو على بركة الله. اول حاجة كناخدو الطون ديالنا، كنزيدو عليه البصل ومكعبات الفلفلة، ومن بعد كنزيدو شوية الملحة، شوية الإبزار، معلقة كبيرة ديال المايونيز، وكذلك معلقة ديال الفرماج الجبلي، أي فرماج متوفر عندكم ديال الدهن. كنخلطو هاد المكونات مزيان، كناخدو فيلم اليمونتير، كنديرو على بلون دو ترافاي، كنحطو فيه خبز التوست ديالنا وكندلكوه مزيان، كنطلقوه بالمدلك حتى كيرقاق. ماشي مشكل داك الطريف الا تحيدنا حيدوه، ما تحيدش غنخليوه. من بعد كندهنو السطح ديال الخبز التوست، الوجه ديالو كندهنوه بالفرماج، ومن بعد كنزينوه بحبوب الخشخاش او الزنجلان. وكناخذوا هذيك الخبز وكنقلبوها، ومن بعد كنعمروها بالحشوه ديالنا اللي هي الطون والبصله والفلفله. ما كنعمروهاش كامله، كنخليو واحد الشويه خاوي فارغ باش نروليو فيها الخبز ديالنا. كما كتشوفوا الطريقه، انني كندفع الخبز وكنجر السلوفان، من بعد كنلويها وكنحتفظوا بها. كنخليها اللي درناها كنحطوها في الثلاجة باش تبرد لينا دغيا وتماسك تشد راسها. كنعاود معكم وحده اخرى اللي زينتها بالزنجلان، نفس الطريقه كنعاود نقلب خبز التوست ديالنا وكنعمرو بالحشوه ديال الطون والفلفله، وكنحاول انني نروليها مزيان، وكنشدها بالفيلم اليمونتير وكنزيرها مزيان. ملي كملت الوحدات ديالي كاملين دخلتهم للثلاجه، غير كيتماسكو واحد شويه، وكنهزهم. كما كتشوفوا حليتها دابا، كنلقاها انها تماسكت واحد الشويه. كنحيد ليها اول حاجه الجوانب، هذوك من الاحسن حيت كيخسروا لنا الديكوراسيون، ومن بعد كنقطعها على ثلاثه. كندير ليها العود ديال الكوردون وكنحطها في طبق ديال التقديم. كنعاود مره اخرى وحده اخرى امامكم. من بعد ما كنحطها في الثلاجه كتشد راسها، كتجينا سهله في التقطاع، يكفي انه يكون الموس ماضي. درت لها عود الكوردون وزينتها بالزيتون الاخضر وحطيتها في طبق التقديم. ننتقلوا للمملحه الثانيه. بالنسبه للمقادير عندنا كميه من لدان فيمي وجبلي وشرائح الفرماج وخبز التوست. بالنسبه للجبلي انا نسمته هنايا بالزعتر وشويه الملحه والبزار. كناخذوا خبز التوست ديالنا كندهنوه بالجبن المنسم، اما كنسمو حنايا ولا كنشريو جاهز منسم. وكناخذوا شريحه ديال لادانت فيمي وكنحطوا فوق منها شريحه ديال الفرماج، ومن بعد خبز التوست، وكنقسموه على جوج وكنديروه في البريصه. كنبريصيو
انا غنعاود واحده اخرى عاوتاني. كندهنو الخبز بالفرماج، فرماج الدهن، من بعد كنحط شريحه ديال لا دانت فيمي، وكنحط فوق منها عاوتاني شريحه ديال الفرماج، وكنغطيها بخبز التوست، وكنقسمها على زوج، ومن بعد كنحطها في الآلة البانيني. كنحطها تسبريسا، ومن بعد كنعاود نقسم هذاك النص اللي قسمت، وكندير فيه كوردون. كنستمر بهذه الطريقة حتى كنكمل الكمية ديالي اللي عندي كاملة. وآخر مملحة عندي فيها الكاشير والفرماج مربع، وأنا شاطلية لدنت فيومي قلت هو نزيدو علاش لا، وعندي جبلي وهذاك القطعة الصغيرة باش نديرهم دوائر. خديت الخبز الطوست ديالي وقطعته بهذاك القطعة الصغيرة على شكل دوائر صغار. إلا بغيتي ديريها كبر من هكاك ديريها. ومن بعد لدنت فيمي هو قطعته دوائر صغار، وأيضا قطعت الكاشير ديالي باش يجوني جميع الوحدات مقادين، باش منين نحطها تكون قد الخبز ديال الطوست قد الكاشير قد لدنت فيمي. كندهن الخبز بجبلي او الفرماج الدهن، ومن بعد كنحط عليه قطعه ديال الكاشير، كندير فوق منها قطعه ديال الفرماج شرائح اللي تا هو قطعته بنفس المول باش يجينا قياس واحد. خديت الدائرة الأخرى ديال الخبز الطوست، دهنتها بشوية ديال الفرماج ديال الدهن، وحطيتها فوق من الفرماج شرائح باش تلصق لينا، باش ما يبقاوش يطيحوا واخا غادي ندير لهم الكوردون، المهم باش تلصق لينا على الفرماج. من بعد كندير لهم واحد الكوردون، وهادو زينتهم بواحد القطعة صغيرة ديال الكاشير. وقبل ما نزينهم هنا دهنتهم في السطح ديال الدائره، دهنتها بالفرماج ورشيت عليها شويه ديال الحبوب الخشخاش باش يعطيونا واحد المنظر زوين. هذا الطبق النهائي ديال اليوم. نتمنى الحلقه تكون عجبتكم. اذا كان اي استفسار اكتبوا لي في التعليق، ما تنساوش اللايك واشتراك في قناه هوات ام ايناس. الى اللقاء، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.